السلام عليكم الخوت، معكم حمزة طيور الزينة في فيديو جديد. ان شاء الله هذه الحلقة الاولى في اسرار الدريساج. اللي بغى يوكل ان شاء الله شي طويرة غندوي معاه من الالف حتى الياء. ان شاء الله في هذه الحلقة غندوي على كيفاش توكل طويرة الدريساج، كيفاش تتعامل معاه الى كان البرد، وكيفاش تبدل ليه النجارة ديالو، وغندوي شوية على الماكلة، وغندوي على باش توكل من اتشيل زاد باش تقدر توكل وليد ديال الدريساج سوا كالوبسيج كويكر مولينا اولا لي زانسيف باراب. وغنقول ان شاء الله شكون اللي ربح في المسابقه اللي كنت درت في السيمانه اللي فاتت ان شاء الله. والله يسخر جميع، شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، راه في الاخر ديال الفيديو غنقول ان شاء الله شكون اللي ربح. اي واحد بغى ندير شي حلقه خاصه راه يكتب ليا في لي كومونتير، وما تنساوش معاكم جيم. وكنشكر كاملين على الدعم ديالكم، راه اول فيديو ديالي ان شاء الله وصل ل 5300 فيو، ولي جيم وصل 850 جيم تقريبا. والله يسخر الجميع. دابا غندوي على لوازم التوكيل اليدوي باش نقدر نوكل وباش ما نقدرش نوكل. باش نكونوا واقعيين، تقدر توكل باي حاجه من معيلقة حتى سيرانك بروفيسيونيل. معيلقة اللي الشكل ديالها بحال هكا، وانا غنوريكم الطريقة ديال التأكل ديالها. المعيلقة اللي الشكل ديالها بحال هكا، حتى سيرانك عادية تقدر توكل بهادي، وتقدر توكل بهادي اللي الراس ديالها كبير، ولكن هادي ما تخشيهاش، هادي ما كتخشيهاش غير من الفوق. وتقدر اخويا توكل بهادي، هادي اللي الراس ديالها صغير، وتقدر اخويا توكل بالتيو. ها هو سيرانك بروفيسيونيل تيو. هادي خوتي لافونتاج ديالها هو انها تقدر تموديفي، يعني الا كان الفرخ كياكل 10 مليم غتعطيه 10 مليم وغيحبس. انا غنوريكم الطريقه فاش زقاب بيكي زقاب. انا غنوريكم الطريقه فاش نحيدو هادو من هنا. ها انتم اللهم بارك. ها انت اخويا، ها انت هادو كاملين يلاه هابطين من العش. ها انت اخويا بسم الله. ها انت اخو، ها شتي راه ياكل عادي جدا. ها هو كنشد بحال هكا، ها هي كنشد بحال هكا. ها ها هذا راه اول مره كاين. ها شوف شوف، ها 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 هذا اول مره هبطت، شوف يعني راه ماشي هذا. يلا هبطت شوف، باش ان شاء الله غدا الثلج غندير اللي كتاب لي الله يسخر لي. ها هو خويا راه كياكل بالمعايقه عادي. ها ها ما تبرزطش راسك. هادي كندوي على الناس اللي كيخشي التيو كيقتلو كيقول لك ما عرفت مال. ها هو بيكي بيكي كيوكل حتى هو معايا. ها انت اخو، ها 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 الطريقه خوتي راه جد سهله. غنوريكم المعايقه والسورانك، راه الطريقه جد سهله. بلا ما يبقى شي مرة من مورا الفيديو ما يبقاش شي واحد يقول لي حمزة راني خنقت الولد، حمزة راه الولد مبغاش ياكل لي. راه الطريقة جد سهلة، راه حدو كيتذوق هاديك الماكلة. ها هو شوف شوف باش تعرف الفرخ باقي سوفاج. ها انت اخويا شوف اش كدير لي، كيبغي ينقبك. ها ما عارفش. ها انت غنديرو لي بحال هكا. ها انت اخويا، ها شوف، ها 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 ما كيتوسخ ما والو. بالهداوة شوف التعامل ديالك مع الفراخ خاصو يكون سبونطاني بعفوية. متبداش اخويا تتعصب ولا تنيرفا. إلا كنتي اخويا كتنيرفا شوف لك شي حاجة من غير الفراخ. إلا كنتي كتعصب هادشي كيبغي الخاطر. أكثر ولا أكثر مع راسك ولتي. ها انت الطريقة سهلة، كنهز الماكلة هادي بالنسبة الأولى معايا اخويا. هذا قسما بالله اخويا الله مهبطو اليوم. ها ها انت تقول مولف. ها شوف باغي ينقب راه ما عارفش. ها هو راه دابا ولا يعرف المعايلقه اللي غيدي مولاه راه غيوكلو بالمعايلقه. ها هو راه نشبعو بالمعايلقه. باش ما نقولش لك اخويا انا كنبيع سيرانك بروفيسيونيل نقول لك راه كياكل بروفيسيونيل. لا اخويا كياكل بالمعايلقه، ياكل سيرانك عاديه. نمشيو اخويا لهادي. ها هي هادي كتشد كتركب لها راه. ها هي تا هي اخويا ياكل بها. ها ها انت اخويا، ها ها انت اخويا كتحيد هداك البرد. ها انت قطر ليه، هو راه ما كيعرفش ما عارفش السيرانك. ها انت اخويا كتقطر ليه بها. ها زقاب بيكي زقاب. ها انت تقطر هو انسيباراب
ها هو راه ميم سيرا باقي صغيور. ها انت يا خو، ها 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 هاد الشي خوتي يلاه هابط، عمرو دار، عمرو داق افنتين، عمرو هاد الشي كامل يلاه مهبطو من ليلفاج، عمرو داق الافنتين. ها انت يا خويا، ها انت كتبغي تكون واحد شويه ديال الصبر، ها انت بحال دابا راه ما عادش كيشوف، غنحاول انني نوجهو وغنوكلو بالمعايلقه. فوال يعني راه نشبعو بالمعايلقه دابا هنايا، ما غنستعمل السورينغ. يعني انت كيبقى لك الاختيار، انت فاش كترتاح هذه صعيبه كتبقى تهز وتخويلي، ولكن امينه 100%، ما غتقول ما تعيطش تقول لي حمزه راه تخنق لي الفرخ، او لا بغيت خوتي، بغيت من موراك الفيديو كلشي يولي وك، ما بغيت شي واحد يبقى يقول لي الو حمزه راه تخنق لي، تخنق لي الفرخ. ها انت يا خويا، ها هاك هاك ها نتوما خويا، ها 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 شي امينه 100%، او عمرو كاهله، هو كنخليه حتى يجوع شويه، وديك الساعه عرف اش كنوري السوران. ها انت يا خويا، ها انت شو هذا ما بغاش نذوق، ها انت الاخر باغي، ها هو داق، شوف اش داق كيولي، شو حدو يدوق، حدو يدوق صافي ولا ديالك بيك يا جين، طلع اجي صافي حدو يدوق صافي بيك، انت كبرتي عليك. ها 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 شي شي صافي، كتبقى القضيه في حال هكا. هذه بالنسبه لاول حاجه اللي هي المعايرقه، المعايرقه تريح، المعايرقه كتبقى امينه 100%، يعني ما غيموت لك بها فرخ ما والو. غندوزو للحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه خوتي هي السورينغ، هاد السورينغ امينه 100%، ولكن مع الوقت هذيك الجلده الكحله اللي كتشوف فيها، هذيك الجلده الكحله كتمشي ليها، ما كتبقاش، ما كتبقاش كتبدا تطرطاق. وهادي هادي راه نعطيك مثلا واحد كل 5 ايام غتبدل وحده، اولا كل 4 ايام مع قوة التأكيل اليدوي. انا غنوريكم هادي عاوتاني الطريقه ديالها، ما تعصب راسك، ما تبرزط راسك. ها انت يا خو، ها ها ما هادو، ها كتقطر ليه، ها قطره وحده صافي كيعرف. هادو خوتي يلاه هابطين كلشي، يلاه هابط هو الكاروبسيس، او غتقطر ليه قطره وحده غيتذوق الماكله، مولاهم طايفين. ها 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 واش ما تقولش ليا ودي راه راد شي خويا راه ساهل، ما تبرزطش راسك، غير هو كيبغي شويه ديال الصبر، فهمتي كيبغي شويه ديال الصبر، والانسان يكون ماشي عصابي، يكون اخويا شويه ديال الصبر وتعصب بزاف. ديما الفراغ اخويا تتعامل معاهم سبونطاني بعفويه، وتتعامل فهمتي تكون كالم ومرتاح، فهمتي هادشي ماشي صعيب، غير بشويه بشويه تاخذ الامور بواحد البساطه غيجيك داكشي ساهل. انت اخويا الطريقه ساهله، او عمرو ما خويا كالو بالسورين، يلا هبطوا، ها ها هما كيتواكلوا بعضياتهم، حدو يدوق الافنتيان مع بنين، حدو يدوق صافي. يعني ما تبقاش تبرزط راسك تقول، تقول لا صعيب، راه انت اللي غتولفوا السورين. قال انا راه يقدر بعض المرات، ها انت بحال مثلا هذا عاوتاني، ها غندوقو يولي هو تابعني، ها 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 انت هاكا تذوق، هي تعرف كيفاش تذوق، ما تذوقش بواحد الجاله، شتي دابا الا ذوقتي بواحد الجاله غيكره لك السورينغ الفرخ، الا مشات تكره لك السورينغ غانسى الدريساج، الا مشات تحقد لك على السورينغ غانسى الدريساج، حيتاش هادي هي نقطة الضعف ديال الفرخ، هي باش الدريسي يجي عندك، هي باش يهدر، الا كان مولينا اولا كاروبساج باش تعلمو يهدر، هي بالسورينغ، من غير السورينغ راه ما غيهضر لك ما غي، فهمتي المعايلقه، المعايلقه هي بس صعيبه، مثلا الا بغيتي تخرج ودير به الطياره الحر صعيب انك تبدا تهز المعايلقه، السورينغ كتبقى ساهل، كتبقى ساهله جدا، فهمت. هذا من جهه. دابا ندوزو السورينغ بالراس، ها هي السورينغ بالراس، ها هي احنا نهزو هادشي اللي بقى، انا دابا راه كنوريكم هادشي، راه ماشي هو زعما
المقدار الحقيقي اللي خصنا نعطي للفرخ. خوتي دابا غندوا على كيفاش تخشي الراس. دابا هذه تقدر اخوتي توكل بها، تقدر توكل بها من الفوق. هانت انا كنصح الناس اللي باغي يوكل من الاحسن يوكل من الفوق. هانت اخو وكل من الفوق. اما خويا الا بغيتي تخشي، لقيتي مشكل مع الفرخ وبغيتي تخشيها خويا، كتخشيها من اليمين تمشي لليسار، من اليمين تمشي لليسار. تحبسك شي حاجه حبس وقف، ما تبقاش تدفع. الا دفعتي اخويا كتجي بحال اللي فد اللي ما بين لو جابو ديالو، ما بين كتجي بحال فواحد الجلده هنايا. انت كتبقى تخشي كتمزق على داك اللحم ديالو، ما يؤدي الى موت الطائر. انا المهم ها انت شوف الطريقه كيفاش. ها انت الطريقه كيفاش اخويا. ها ها انت قلنا هاي من اليمين لليسار، هاي مشات كدفع اخويا. ها انت ساهله، ما تبرزط راسك ما والو، باش تبان لكم مزيان. ها انت اخويا شوف معايا. ها الطريقه جد سهله، كتشد صبع كيتخشى ما بين الفم ديال الفرخ. ها انت اخويا كيمشي من اليمين قلنا لليسار، هاي مشات من اليمين لليسار. ها صافي، هاي راه تخشات كامله. غير هادي اخويا كنصح الدراري اللي بغين يدريسيو هالطريقه، دايره في الحالات طوارئ اولا زربان اولا غادي الخدمه، دفع على ديك الدفيعه وسير تجي وبقى تقطر ليه. اما بالنسبه للناس اللي مسالين اولا ما عندهم ما يدار، يبقى اخويا قطر ليه غير بشويه بشويه، ويبقى خدام مع الطواير ديالو فهمتي، باش ما يبرزطش راسو. وانت راه غير بالمعالقه وبهادي شوفين ولات الحوصله ديالو ممتلئه عن اخرها. دابا كنقول الطواير ديالي كان فاش وكلتو ما كنردوش اخويا، الا رديتيه كيبقى يصحابك بحال والديه فهمتي، كيبقى يقول راك بحال والديه فيك يهدر عليك، كيبقى يقول راه بحال والديه فهمتي. انت فاش كتشدو هذيك الساعه كتبقى توكل فيه، كتبقى اخويا تشدو هنا كاينه واحد البلاصه يجي بحال الودينه ديالو، كتبقى تحك عليه مريح معاه، كتلعب معاه تحك عليه، تبقى دير ليه فحال ما تحطو في اليد ديالك بحال هكا، كتبقى تحطو في اليد ديالك تلعب معاه تحك ليه فهمتي. كتبدا ديباسي معاه دوك لي ليميت ديال انه هو فرخ وانت مولاه، كتدخل معاه ديك العلاقه ديال لاميتي، راه هو صاحبك فهمتي، خوك عشيرك يعني. الفرخ حتى هو ما كيبقاش يخاف، ما يبقاش يشوفك يرجع اللور، حيت بالنسبه ليه هو اول مره شافك يشوف كبير فهمتيني، كيشوف كبير بيان سور غيخاف. هو كان كيشوف غير والديه صغيورين من مورا. فاش كتبدا هانت دابا، هانت غير دابا راه يلاه هبط من العش. هانت راه مادام انني وكلت وتهليت فيه، هانت راه بدا يثيق فيا، هانت ما بقاش كيخاف. شوف ها كنبدا نحك ليه هاد البلاصه هادي، ها هي كنبدا نحك عليه، كنبدا نلعب معاه، ندير ليه بحال ما منحاولش انني غير نوكل لوحو في الكارطونه هكا، راه ما غيدريسهاش. نلعب معاه نولفو ليد فهمت، ونقصر معاه. صافي وكنبقى حاجه بالنسبه لي زان سيبارا، لي زان سيبارا بلانت. هادو اللهم بارك لوتين وعين حمراء، هذا لوتينو خوتي عين حمراء، ها هو اللهم بارك. حتى هو نفس القضيه، كنشدو عندي هنايا كنشدو بين يدي، نبقى نحك ليه حتى هو، ها هو نبقى نحك ليه، نحك ليه فهمتي، نحك ليه انا وبيكي. ها هو حتى هو شوف سبحان الله الله يوك كنبقى نحك ليه نلعب معاه فهمتي، ما كنحاولش انني فهمتي نهملو اولا نبعد منه. عمرو الدريسه واخا نوكلو، بالسيرين الا ما لعبتش معاه ولا ما ديباسيتش معاه ديك المرحله، واخا نوكلو ما يجيش عندي. كتبقى ديك السيرين هي الحافز انه باش يجي عندي. المولينا كذلك، المولينا احسن كاركتر الدريساج شفتو الفراخ، ما خليتش ما دريسيش احسن كاركتر ديال الدريساج. الفرخ اللي كتشوفه هو ما كيبعدش مني كاع، ما يبعد منك ما يطلع ليه فهمتي، وكيلعب بالكره رغم انه متكلم، كيقول سميتو كيقول بيكي كيقول السلام عليكم، كيغني الاغاني اللي وما كيعرفش فهمتي يعني. اللهم بارك المولينا احسن كاركتر شفت في حياتي.
راه كاينين ديسبونيبل. انا غنوريكم واحد التوليعه، نوريكم الطويرات اللي كاينين. كاينه هنا هذا مولينا تيركواز. تيركواز كتكون زايده على الاناناس. هنا كاينين بياسات اناناس، راه حتى هما غيكونوا ان شاء الله في سوق القريعه. ها هما بياسات اناناس اللهم بارك. وهنايا راه غنوريكم الطفرات اللي كاينين. هنايا راه هنا كاينه بيرسوناتا، كاين الفيولي، كاين الابيض، كاين اللوتينو عين حمراء. كالوبسات راه غنهبط غدا ان شاء الله شي حاجه اخرى. كاين التيركواز، كاين الفيغ، راه كاين الفيغ اوبالين في الفيشر وفي الروز. كاين البيستاج، كاين بياسه باستيل، كاينه هنا بياسه واحد الفيغ الكتريك اللهم بارك زوين، قليل في الروز قليل. هذا كيلوحو سيزار قليل فاش كيكون عندي هذا اللون اللهم بارك. راه غدا غيكونوا ديسبونيبل. كاينه بياسه بيضاء اللهم بارك، واللي خاصها شي حاجه مرحبا. راه حتى الكالوبسات كاينه هذه البياسه بيض اللهم بارك، راه هي اللي كنا كنديروا عليها لي سي. غدا غيكونوا بياسات اخرين في الكالوبسات، غدا الصباح ان شاء الله غنهبطهم حتى غيبغيو التوكال. بالنسبه للطريقه اخويا راه تقدر توكل باي فرخ، راه كلشي خدام، لا بروفيسيونيل لا معالقه لا عاديه. كما قلت لك كتبغي نتايا الطريقه ديالك. وبالنسبه للنوع ديال الماكله اللي كاين، راه كاينه بسيطاكيس، كاينه افانتيان اللي مخيره فيهم دابا حاليا باش تكون معكم واقعي. هذا راه ماشي اشهار، ولكن باش نقول لكم اللي كاين افانتيان مخيره تابعه بسيطاكيس. صراحه راه خدامه افانتيان تابعه بسيطاكيس ديال الجابوني من مورا ديال الكالوبسيس. بالنسبه لهادو هما الماكل اللي شعبيين حاليا، تقدر توكل باي وحده فيهم، ما كاينش غرام ديال المشكل. لبسيطاكيس لافانتيان غندوي خويا على المكان اللي خاصني ندير فيه الطويره، المكان اللي خاصني نديرو فيه. خاصني اخويا نديرو في كريطينه، كريطينه الا كنت غناخذ زيبوله خاصني اخويا نديرو في صندوقه ديال العود بحال هاد الشكل هذا. انا غنوريها لكم بحال هاد الشكل هذا. ها هي دابا هادي راه فيها بوله، هادي راه فيها طويرات اللهم بارك ديال الدريساج، راه مدريسين اللهم بارك. اللي بغاهم راه غيكونوا حتى هما ديسبونيبل غدا ان شاء الله. كاين اللي مبيوع، كاين اللي باقي، كاينين شي بياسات ديال مواليهم دريسيتهم لمواليهم. كاين الاي وينغ اللهم بارك، كاين الابيض هانت اللهم بارك. هادو راه ريد فيس عيون حمراء، راه بداو كيتفطموا اللهم بارك. راه كنت مدوش ليهم علاش حاطهم هنا. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك الدوش ما كاينش في ما كاينش زعما في البرد، انا اخويا والله الا كندوش الفراخي في البرد، ولكن هذاك الشيء عندهم معايير، يعني داير لهم واحد البوله كنسخنهم بها، كندوش لهم، كنغسل لهم، كندوشهم كنغسل لهم وكنسخنهم بها. ها هي. اما الطويرات راه اللهم بارك راه شادين السوران وقراب يتفطموا ان شاء الله. بالنسبه لك تي بوله ضروري دير صندوق بحال هذا. وبالنسبه للنجاره خوتي راه كتبدل يوميا، ضروري تبدل النجاره يوميا باش تبقى هاني. حتى انا نشرح لكم، النجاره خوتي الا ما بدلتيهاش اخويا يوميا كتبقى تبرد على الفرخ، كتبرد على الفرخ وكتطلع مع ديك البروده. اجي ربيكي كتطلع مع ديك البروده اوتوماتيكمون الفرخ كيمرض. عاوتاني الناس ديال مانطا اللي كيدير الفرخ مانطا اللي كيدير ليه قرعه راه كتعرض، راه السوبي راه كتعرض اوتوماتيكمون كيمرض الفرخ. البوله ما كتعرقش في الفرخ، كتسخنو عمرها كتعرق الفرخ وكيبقى طرونكيل وكيبقى بخير وعلى خير دوينه. الا كنتي اخويا قريب للبحر دير البوله ديالك، دير البوله ديالك، ما عندك مناش تخاف من البوله. خذ ديال 25 باط ديال 25 واط، بدل النجاره ديالك شاك جو، ديرو في شي كريطينه زوينه ديما عطيه الماكله درجه ديال الحراره ديالها 30 28 29 تكون دافيه. حركها مزيان، حيد منها دوك الحبيبات، حركها مزيان، عطيه الماكله في السوران ولفو السوران، بقى تلعب معاه، حك ليه، خرجو معاك شي سوبيرا ترونسبارون، راه غيطلع الطويه مدريسي 100%. الا ما درتيش اخويا هادشي راه الطوير ديالك غيمرض بيان سور. راه حتى هذيك النجره اللي كتهزك وانت كتخليها فازقه راه اخويا تيقبيه غيمرض، اولا داير عليه مانطا كترجع عليه السخونيه راه كيعرق وكيبدا يمرض. وياخذ بوله من عند دروكري ويجي عندي اخويا انا راه ديسبونيبل راه بالخيط ديالي اخويا.
هاهي بالخيط ديالها جوج متر ونص فيها لانكاسا، راه البولة هي ديسبونيبل رغم انها قليلة في السوق، حاولت انني نوفرها. بولة وبريز ديالها بثلاثين درهم، راك ارخص ولد كتاخدو كتاخدو بمية وثلاثين مية وربعين مية وعشرين، راه مساويش بولة. اللهم اخويا سير شوف هاد الفترة ديال البرد، المهم راه بدي فاش يدخل الحال اخويا راه مدير لا بولة لا والو، نجارة ضروري تبدلها لا في الصيف لا في الشتا، وحاول اخويا تهلا في هداك الطويال. وان شاء الله الله يسخر الجميع. دابا غنقول لكم ان شاء الله شكون اللي ربح في المسابقه. ربح واحد السيد سميتو احمد بعلماني، راه ان شاء الله راه الى شاف هذا الفيديو يجي يتوصل بالطائر ديالو، الله يسخر ليه فيه. راه غنعطيو طوير خضير بحال هذا بحال هذا، يا روز يا فيشر، راه هو عنده الاختيار. بحال هذا خضر نورمال عادي، ها هو اللي بغا فيهم. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني خويا حمزه شنو ندريسي، واش الروز ولا الفيشر، خويا كننصحك بالروز، عنده كاركتير زوين وكيدريسا ويقدر يلعب لي جو، يعني الروز يقدر يلعب لي جو. الفيشر الكاركتير ديالو صعيب، مع عاد الا طحتي في شي حالات كيكون الطائر ذكي. المهم الله يسخر الجميع، والدري اللي ربح راني دويش معاه، راه يقدر ان شاء الله يلتحق بيا الحد، وغنوريكم لي بروف بانني عطيتو الطوير ديالو والماكله ديالو. والله يسخر الجميع، واللي بغى شي حاجه مرحبا. غنخليكم دابا مع النمره ديال التليفون، هاد الطيور ان شاء الله راه غيكونوا بالضبط في سوق القريعه. بالنسبه للنعت ديالي انا راه عندي واحد لاطونت في الجولد، راه كنكون كل سبت وحد في القريعه ابتداء من 8 ونص ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه، انا اونفاس مع التجاري وفابونك. اللي بغى شي حاجه مرحبا. بالنسبه اللي بغى يكوموندي شي حاجه 06 46 88 35، باج سور فيسبوك حمزه طيور الزينه. والله يسخر الجميع، وهادشي اللي كاين الخوش، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وبارطاجيوه مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا